بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. وزي ما عودناكم دايما إن احنا نبتدي حلقتنا بفقرة قال الراوي، تقديم الأستاذ محمد العنزي، إعداد المعدة المتألقة شيرين كمال، رئيسة التحرير الأستاذة هبة سليم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اليوم مع الدكتور حامد الحاج أحمد. الدكتور حامد الحاج أحمد من خريجين الأزهر الشريف، والأزهر الشريف له قدسية عندنا احنا كمسلمين وكعرب وتاريخ كبير، وهو دكتور متخصص في النقد والأدب والشعر وخلافه. والدكتور حامد من الناس الذين درسوا وخرجوا أجيال وله تاريخ وبصمات مضيئة ومشرفة. وما هو الهدف من دراسة هذه المادة اللي هي النقد والشعر الأدبي، وما يستفيد منها الطالب أو المستمع؟ فطبعا في البداية أنا ما نسيت أني أشكر المذيع المتألق شريف فاروق والمعدة شيرين ورئيس التحرير هبة سليم، ومساك الله بالخير يا دكتور، وتشرفت فيك أنا وإخواننا المشاهدين. يا أهلاً وسهلاً بأخي الكريم الأستاذ محمد العنزي، إنني أفتخر أشد الافتخار بأنني أحد طلابه، والأزهر الشريف كما ذكرت سيادتك تاريخ موغل في القدم، ويكفي أنه بني في سنة 970 ميلادي، فالآن عمره أكثر من 1000 سنة، وكما تفضلتم له ميزة كبيرة عند المسلمين وعند العرب وعند العالم كافة، فهو من أقدم الجامعات العالمية وليست الإسلامية، يعتبر جامعة رائدة في هذا المجتمع. أخي الكريم، العلم والمعرفة هما أساس هذه الحياة، وهنالك فيلسوف بريطاني كان يعتبر أن لذائذ الحياة هي لذة العلم والمعرفة، واسمه الفيلسوف راسل، فيلسوف بريطاني يعتبر أن ألذ لذائذ الحياة هي لذة العلم والمعرفة. فحينما قرأت هذا الكلام قدحت زناد أفكاري، هل يوجد عندنا في اللغة العربية ما يؤيد هذا الطرح الذي طرحه هذا الفيلسوف منذ حوالي أكثر من 100 سنة؟ فوجدت أن السيد التابعين عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يتمثل ببيتين من الشعر، وكان يقول: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول. الله تعالى يقول له للرسول: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. لم يقل له زدني مالا أو جاها أو أولادا أو أي شيء آخر من لذائذ الحياة الدنيا، وإنما قال له: وقل ربي زدني علما. فالعلم والمعرفة هما أساس بناء هذا المجتمع. وما ننظر الآن من تقدم وتطور ما هو إلا نتيجة للعلم والمعرفة. ثم نرجع إلى الأزهر الذي بني من أكثر من 1000 عام، وقد كان حصنا حصينا للغة العربية والمبادئ الإسلامية، هذه اللغة التي عصفت بها العواصف الشديدة ظل الأزهر الشريف حصنا حصينا لها من العلم والمعرفة، وحق لجمهورية مصر العربية أن تفتخر به وأن تضعه شعارا لها في كل مناسباتها، فهو بحق كما يقولون علم على رأسه نار. طبعا أنت أبو البلاغة مثل ما يقولون باللغة العامية، فأبي أستمتع أنا والمشاهدين
في هذه البلاغة، لأن صاحب هذا البيت أنا غريب منه وهو غريب مني، لأن كلنا بني وائل. وأترك لك الشرح. شكرا شكرا أخي الكريم على هذا السؤال الرائع الذي يبدو أنه كروعتكم يا بني وائل. نعم، هذا البيت من قصيدة أكثر روعة، وهي للشاعر أبي فراس الحمداني من مدينة حلب، الوائلي العنزي، تلك القبيلة العريقة التي أنجبت عبر التاريخ الكثير والكثير من المشهورين والعباقرة. أخي الكريم، هذا البيت من قصيدة شهيرة بدايتها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، نعم أو بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. ومن ضمن هذه الأبيات هذا البيت الرائع، والذي يقول فيه أبو فراس الحمداني رحمه الله: إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى. انظر إلى هذا التعبير الجميل، الليل يضوي هذا الشاعر، أي يلفه لفا عميقا، وهو يعيش مأساة من مآسي الحب الحقيقي، الحب الرائع الذي يسمو به عاليا. والآن يفسر لنا مشاعره تجاه هذا الحب الراقي، فيقول: إذا الليل أضواني، أي لفني بجلبابه الأسود، بسطت يد الهوى، أي تركت يد الهوى تعيث بي كما تشاء. وهنا انظر أنه جعل للهوى يد، وهذا بلاغة، البلاغة التخيلية. الهوى لم يره أحد، لا أنت رأيته ولا أنا رأيته، فالهوى مادة معنوية غير حسية، فجاء هذا الشاعر بعبقريته فاخترع للهوى يدا، وكأن الهوى الآن أصبح أمامنا رجلا له يد قوية مهيبة تسيطر وتتسلط على هذا المحب الذي يعشق أحبابه. ثم نأتي إلى الشطرة الثانية وهي أكثر جمالا، يقول: وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. إذن هذا الدمع أصبح يبكي بكاء قويا في هذا الليل الهادئ، وليس من عادته أن يبكي، فهو رجل فيه الشموخ والعزة العربية، والعزة العربية تأبى للإنسان أن يبكي، ولكنه في تلك الحالة وفي هدأة الليل البهيم أطلق دموعه سخية ليرتاح من مكنونات لواعج الحب التي يحس بها. أيضا أذللت دمعا، تحس وكأن الدمع أصبح إنسانا. الدمع لا يذل، إنما الذي يذل الإنسان، وهذا نسميه في البلاغة الاستعارة المكنية. الاستعارة المكنية حيث شبه هذه الدموع بإنسان، وهذا الإنسان يذله هذا الشاعر لكي يخرج كل دموعه سخية من أجل هذا الحب العظيم الذي يعيش به. أيضا لم ينسى الشاعر أن يقول: من خلائقه الكبر، فهو في هذا الانغماس، في هذا البكاء المرير، لم ينسى أنه من أناس فيهم الكبر، وليس الكبر المصطنع أو الكبر المكروه، فهناك الكبر المكروه الذي كل الناس يكرهونه، لكنه الكبر والتعالي عن سفاسف الأمور. فالإنسان فينا دائما يوطن نفسه أن يتكبر على الأمور التافهة وعلى سفاسف الأمور، كما جاء في الأثر: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وهذا نجده في شعراء بني وائل القبيلة العريقة، حيث يقول شاعرهم: ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين.
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. أشكر الدكتور حامد الذي أثرى في علم البلاغة وعيشنا في جو شعر وبلاغة، وطفنا معاه وسرحنا في الخيال ورجعنا إلى مئات السنين. شكرا دكتور حامد، والسلام عليكم ورحمة الله. ورجعنا لكم بعد التقرير اللي نشكر فيه الأستاذ محمد العنزي والمعدة شيرين كمال ورئيس التحرير الأستاذة هبة سليم. معانا النهاردة ضيفين من العيار التقيل. معانا الفنان القدير إبراهيم عبد القادر اللي يطلق عليه المشاغب. أهلا أستاذ إبراهيم. أهلا بك أستاذ شريف. ومعانا الأستاذ محمد توكال المحامي. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. هنبتدي معاك يا أستاذ إبراهيم وهندخل في صدام من أول الحلقة. ربنا يجيب صدام يا رب. الأستاذ إبراهيم، عايزين، هل استغليت أو هل سوف تستغل شهرتك الفنية وحب الناس ليك في الترشح لمجلس النواب في دورته القادمة؟ طبعا هستغله أحسن استغلال. وفي إيه أثمن وأجمل وأرقى إن استغل حب الناس؟ في إيه؟ بس كده وكأن حضرتك بتوجه اتهام. أيوه. ولكنك توجه لي التكريم، انك اعترفت ان انا ليا جمهور عريض ممكن استغله واوظفه انه يساعدني ويدعمني في حملتي الانتخابيه، في انه يوافق عليا كنائب حر جريء قوي عن بلد قويه للرجاله البورسعيديه واهل بورسعيد. ده اجمل استغلال وارقى استغلال. طيب تسمح لي بقى ارحب نسيتها والله خالص بضيفتنا المذيعه المتالقه وهي معده البرنامج شيرين كمان. اهلا بيك يا استاذ شريف. اهلا بيك. تشرفت طبعا بوجودي. ده شرف لينا يا فندم. ربنا يعز حضرتك. وتاني مره اتشرف بوجودي مع استاذ. فانا عايز اضيف اضافه بقى للاجابه. ما احنا لسه اجابتنا طويله. بورسعيد ومدن القناة طلعت أبناء من الفنانين والعظماء والكتاب لا تعد ولا تحصى. ده أولا. منطقة القناة تاريخ العالم كله بيعرفه بحروبه بهجرته بالمواقف البطولية للمقاومة الشعبية، للنماذج الكبيرة لبورسعيد اللي أثرت المقاومة وأثرت على 3 دول طفشوهم من بورسعيد بالحلل والطوب. انت خرجتنا بره الموضوع برضو. بالعكس، ده انا في حب الموضوع. لا ثواني، دي منافسة يعني ما فيهاش تكافؤ. بالنسبة لإيه؟ انت تستغل حب الناس طبعا اللي جه من خلال موهبتك طبعا. ربنا اداك موهبة صوتية يعني محدش يقدر يختلف عليها. غيرك ما عندوش الموهبة دي، بس عنده الكراتين والفلوس. يبقى الأرقى إن المرشح يستغل ضعفه في الإقناع والمصداقية والقوة في التمثيل البرلماني بالحب ولا بالكرتونة والفلوس؟ حضرتك جاوبني. لا الحب طبعا. طبعا طبعا. وكل المشاهدين بيقولوا برضو عندي اعتراض على اجابتك. اتفضل. يبقى ما احنا انت عندك الموهبه وعندك الكاريزما وعندك حب الناس. دي نعمه من عند ربنا. من عند ربنا ماشي. طبعا وهو عنده الفلوس نعمه من عند ربنا. طبعا. بس توظيفها ان يكون غير واعي لمعنى وقيمه الكرسي اللي هيتكلم بيه باسم بلد زي بورسعيد، غير الحب والثقافه والجرأة ان انا بملكها، ان انا واجهت بيها قبل ما اكون نائب كل المسؤولين بشرف وبامانه وبادب عشان ابين كل مشاكل بورسعيد دون خوف ودون رهبه. غيري اللي معاه الكراتين والفلوس ما قدرش يواجه اي مسؤول خوفا من انه يحارب في حملته الانتخابيه. انا قوتي هي
حب الناس اللي حضرتك بتقوله من رسالتي الفنية حب أهلي بورسعيد واقتناعهم بقدرتي إن أنا أكون ممثل محترم وصادق دون ابتغاء مصلحة. لو سألتني أنت داخل عشان تدافع عن مصلحتك المادية ولا مشروعك ولا أقول لك أنا ما عنديش بطاقة تموين، ما عنديش مرتب من الدولة، ما عنديش بطاقة سرادية، ما عنديش شقة، ما عنديش عربية منطقة حرة، ما خدتش حاجة من بورسعيد إلا حب وعشق الثرى اللي فيه أم وأبويا وأهل بورسعيد اللي اتدفنوا مدافعين عنها بدمهم البواسل، وما زال النتاج والوراثة اللي موجودة في الشارع البورسعيدي موجودة. ولن تسقط بورسعيد بنواب صعب أنهم يمثلوها، احنا عايزين الشرفاء. مش بتكلم عن نفسي بس، أنا بتكلم على كل النواب من الكتل التكتلات اللي نازلة، من الفردي المستقل، من كل حاجة. احنا عايزين نواب تحل مشاكل بورسعيد، نواب تحل مشاكل السويس، اسكندرية، القاهرة. فبالتالي سيادة الرئيس هيستريح لأن عنده تمثيل قوي، عنده نبض المحافظات القوي، مش عنده يوصله حاجة مش صح. لا، النائب هيبقى أمين. محافظتي فيها مشكلة إيه؟ أقولها وتتحل. لو مرتبطة بميزانية، في خطة قصيرة الأجل وفي خطة طويلة الأجل. طب هل نزولك الانتخابات يا أستاذ إبراهيم يمنعك عن إن أنت تمارس الفن؟ وتمنعنا إن إحنا نسمع الطرب الجميل؟ هو مش في المنتخب بيقعد اللعيب لغاية 35 سنة، بيوصل لمرحلة إنه لازم يسيب الفرقة حتى لو قادر يدي ويدي فرصة للشباب الجداد والناشئين. صح؟ لو النادي عارف ده اللي فيه ناشئين بالموهبة وبالقدرة إنهم يحافظوا ويرفعوا اسم النادي، فبالتالي أنا أصول أترك الفرصة للمواهب دي وأتجه سيل للتدريب أو سيل لأي بيزنس تاني. وأنا يكفيني إن أنا قدمت الفن والرسالة المحترمة وشبعت منها، وهوني داخل بستغلها اهو في خدمه الناس. احنا لسه يا استاذ ابراهيم، انت شبعت، انت بتقول انا شبعت. لكن احنا اللي شايفينه على الساحه ده مش هو يبقى انسحاب حضرتك من الساحه. هي في النقطه دي هقول لحضرتك حاجه. واجب على الاعلام المصري انه يوجه الصوره الاخرى للفن. يعني ليه ليلة الوزوب مش موجودة؟ ليه أضواء المدينة مش موجودة؟ ليه الإنتاج الغنائي في الإذاعة مش موجود؟ بحيث أنا لو شاب بسمع مهرجان فلقيت حفلة، لقيت سي اسم واحد، الله ده بيقولوا كلام حلو، الله أمال إحنا ما سمعناش الكلام ده ليه؟ لأن الشباب الموجود دلوقتي، الجيل الموجود قدامه ثقافة واحدة، المدرسة هي المهرجان، حتى لو مدرسة دولية الباص بتاعها مهرجان، حفلاتهم مهرجان. لو ركب يعني انا خايف اقول لك المترو هيلاقي مهرجان، الميكروباص هيلاقي مهرجان. طب ايه يعني بقت ثقافه. الوجه الاخر للعمله ده واجب على الاعلام. طب يا استاذ محمد، هو حضرتك نسبه لو هنمشيها نسب، هل نسبه الطلاق في بورسعيد كمحافظه من ضمن محافظات مصر زادت ولا قلت خلال العامين السابقين؟ نسبة الطلاق زادت طبعا بشكل ملحوظ، بس انا عايز اقول حاجه. نسبة عدد سكان بورسعيد قليل، فعدد الطلاقات اللي فيها بالنسبه لعدد سكانها بيظهر بنسبه اكبر، وده اللي كمان مطلع على بورسعيد انها من اكبر نسب الطلاق على مستوى الجمهوريه. تمام. لو قارناها او قارنا رول المحكمه في محكمه بورسعيد او في محكمة زي جنوب القاهرة أو شمال القاهرة، هنلاقي العدد مختلف تماما. بس اللي بيدي النسبة الأعلى العدد بتاع المحافظة. يعني نسبة حالات الطلاق بالنسبة لعدد السكان في الحدود المعقولة ولا زادت ولا قلت ولا يعني لا، هي زادت وأدى لكده أسباب كتير. ما أنا لسه أسألك على أسباب كتير جدا. أسباب كتير، في حاجات يعني أفندي من الأسباب. لا بصفه نائب. اتفضل يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا استاذ ابراهيم، افتح الموضوع. اتفضل يا باشا. بصراحه انا وصلني، هو انا مش مرشح، بس يعني مش نائب حاليا يعني. انما مرشح وخدت الرمز بتاعي وكل حاجه، خمسه وخميس يعني، خمسه والكافي يعني، الحمد لله يعني رقم خمسه والكافي عشان الحسد، نعمه من عند ربنا والله. لم اسعى.
وصلني ان في مشكله بورسعيد كبيره جدا. ودي بجد سيان ناجح ولا مش ناجح، يعني الموضوع ده ما يصحش يحصل. سياده الرئيس نادى والدستور نادى في التعديل انه توفير المسكن الامن الجميل للمواطن المصري. ومصر لم تشهد اسكان في اي مراحل رئاسه غير مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في بصراحه طفره في الاسكان. بورسعيد بقى من 2013 اتقدم الـ 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 الاسكان الاجتماعي. طبعا الناس زي على مستوى الجمهوريه الناس قدمت وكانت فرحانه جدا. 2013 انا بتكلم من 3 4 ايام الناس راحت تستلم. 3000 اسره مش موجودين على السيستم. 3000 اسره بيعانوا من مشكله ان سنهم كبير عشان البنك التمويل العقاري ما يديش السن الكبير التمويل. طب ما هو كان سنهم 2013 كام؟ طب مين اللي تسبب في السن؟ وانا نمت عندي 23 سنه صحيح لقيت نفسي عندي 30 سنه مثلا؟ لا طبعا كلام مش مقنع. هل الورقه اتحط في الادراج؟ هل الميزانيه الموضوعه ما كانتش موجوده؟ طب انتوا ليه قلتوا للناس قدموا؟ ليه عشمتوهم؟ ليه عطلتوهم 8 سنين في بورسعيد عشان يجي يستلم ما يلاقيش؟ هل الكلام ده ما يزعلش؟ لا طبعا ده يزعل سياده الرئيس. 3000 اسره حاجه كبيره على فكره. ايوه طبعا 3000 اسره يعني شوف متوسط ودول بتوع التهجير اللي هم من حقهم الدعم الكامل. وفي منهم شباب كمان، في شباب منهم مستوفي الشروط ونزل على السيستم مستوفي الشروط ومش موجودين، ما لهمش مكان، ما لهمش شغل. ايوه طب احنا رحنا سالنا مثلا بيقولوا لهم ايه انت مستوفي الشروط بس استنى لما نخصص شقه بعد 8 سنين. في ناس استلمت المشروع لا والمساحات كانت حاجه بقت حاجه ثانيه، بقت حاجه ثانيه 54 متر وكانوا حاجزين على حاجه ثانيه خالص. طبعا والرئيس يقول وانا دايما بفتخر بالكلمه دي احترم التعاقد بين المستثمر والمواطن حفاظا اولا على حق الدوله وحق المواطن والمستثمر. فكده ولا هيبقى في مواطن ولا هيبقى في مستثمر. بس ده سبب من اسباب الطلاق طبعا، ده سبب طبعا. بس في اسباب خش بقى في الطلاق في الحته دي والاستاذ محمد هو طبعا. انا عايز اعرف اللي يقدر حضرتك يعني باختصار كده اسباب الاسباب الشائعه جامد للطلاق في لا والاسباب اللي ممكن الموقف اللي زي ده 3000 اسره هيقدروا يكملوا مع بعض ولا من ضمن الاسباب طبعا ان النهارده لما يكون شاب متزوج حديثا وعنده بقاله 8 سنين مقدم على شقه اتجوز واجر شقه اقل اجر شقه عندنا في بورسعيد تقريبا ب 3000 جنيه او 2000 ونص تمام يعني تقريبا مرتب الشاب كامل تمام مكمل بيه 8 سنين وقاعد ال 8 سنين على امل النهارده لما يجي ما يلاقيش اسمه في المستحقين او مستوفي الشروط وما يلاقيش ان هو عنده شقه طبيعي اول حاجه هيعملها هتحصل الخلافات بينه وبين زوجته. ايوه انت لازم توفر لي شقه ومسكن امن ضيق اليد ده الف ب جواز. طب ده لا وممكن الأول. تكون شباب كانت مخطوبه خاطبين وكاتبين كتابهم تمام اتجوزوا على اساس ان هم هياخدوا الشقه ده برضو على فكره سبب من اسباب الطلاق ان طول مده الخطوبه الفتره ديت بتزيد المشاكل. الطامة الكبرى بقى في الموقف من 2013 كان في نواب في بورسعيد محترمين اجلاء لو كانوا تبنوا وتابعوا واهتموا بسير الاجراءات بالتوافق مع سياده المحافظ بالتوافق مع الاسكان في بورسعيد بالتوافق مع هيئه المجتمعات العمرانيه ما كناش وصلنا للحل ده. أيوة الى جانب في حاجه تضايق قوي المواطن في بورسعيد. طب انا ما فيش حد بيرد عليه. ما فيش حد بيقول له السبب المقنع. يعني انا مضطر اقدم تاني على السيستم. وتقعد 8 سنين تاني اكون عندي 55 سنه محدش عارف هنقعد امتى يكون عندي 55 سنه محدش عارف عندي محدش عارف لامتى الى جانب لا يعني في معاناه كبيره قوي. يعني انا بطرحها على رئاسه الجمهوريه على سياده الرئيس. يا سياده الرئيس ما ناديت به وما قمت من فعله من اسكان من بنيه تحتيه من رصف من تنميه من استقرار من محاربه فساد من ورقابه اداريه من مواجهه ارهاب من دم شهداء كل ده على دماغنا من فوق.
انما انا بقول الرئيس مش هيعمل كل حاجه. لازم يكون في ولي الامر اللي موجود في كل محافظه، محافظ موجود في بورسعيد في السويس، يبقى يتبنى الفكر اللي الرئيس عايز يوصله والدعم اللي الرئيس عايز يوصله، ويبقى كل المحيطين في كل محافظه بينفذهم ببرنامج واحد موحد دون تفرقه. ده اللي بتمناه. زي مشاكل كتيره مش عايز افتح حوارات يعني، يعني الازالات لو عايز تتكلم فيها مثلا. لا انا مش هتكلم، انا يعني انا برضه مركز على 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 ترشحك. انا صعبان عليه بورسعيد قوي. طيب هو اللي نازل ليه؟ ما تسالني سؤال. انا لا مش هسال، لا مش هتملي عليا الاسئله واسالها لك. لا انا سوري معلش بعدين لحضرتك، انا مش بمر عليك لان ده في سياق الحوار. بس زي ما سالتني انت بتستغل، انا من حقي اقول لك اسالني. لا هسالك برضو سؤال في هذا السياق. ما وضع اتهام. ماشي. زي ما اتهمتني ورديت عليك بالاقناع حضرتك، يبقى انت تسمح لي ان انا ده الاقناع من وجهه نظرك. انا نازل ليه؟ لا هل برضو السؤال وهيجي لك يعني انت مسؤول تسال السؤال. بس انت خدته مني. اتفضل. ما خدته مني. اتفضل يا فندم. طيب ايه خططك المستقبليه اللي بتقدمها للشعب المصري ككل اولا، تمام، والمواطن البورسعيدي ثانيا، واللي انت حطيت عليه برنامجك ان انت تنزل الانتخابات الجايه بتاع مجلس النواب؟ هرجع اقول لحضرتك بس انا ما كنتش ناوي الترشح. مش عايز بصفه عامه، عايز تخصص لي الاستاذ ابراهيم عبد القادر. انا بتكلم عن نفسي. ايوه انا بتكلم عن نفسي. انا نويت الترشح من ساعه ما بدات اشوف بورسعيد فيها مشاكل كتير وفيها ظلم كتير واضح. واضح في كذا منحة من مناحي الحياه اللي موجوده في بورسعيد. لقيت ان انا بعمل فيديو بس مباشر. انا مش فرحان بالكم المشاهدات ال 300,000 ما يفرقش معايا. بس لقيت ان انا برضو ما بعملش حاجه، ما بيشفيش غليلي ان انا اريح البورسعيديه واوصل لهم لقرار. مركز على على بورسعيد. انا بقول لك ما انا خلينا اتكلم على بورسعيد واتكلم في العموم يعني. خدت دي قبل دي مش فارقه لا يعني. انا قصدي دي قبل دي. بورسعيد هي الشعب المصري عموما. يا فندم بعد اذن حضرتك. انت سالتني السؤال، من حقي اجاوب من اوله او من اخره. طيب ماشي، اديني ساكت. ماشي. انت سالتني السؤال بلوك. انا هبدا بنفسي وبعدين هتحول للشكل العام. ماشي. لان بورسعيد تهمني طبعا في المقام الاول، في بلدي واهلي. فبالتالي لازم اتكلم عنهم. بس ولو انا ماليش خير في بورسعيد مصري ومصر كلها طبعا أهمك. بس لو انا ماليش خير في اهلي ماليش خير في مصر. لو انا ماليش خير في امي وابويا ماليش خير في جيراني اللي حواليا. صح صح. فلازم نبدا من القاعده ونوصل للعام. ماشي. فعن نفسي انا نازل ان انا ترشحت. اول الترشح ده يخسرني فلوس، يخسرني فن، يخسرني جمهور، يخسرني حفلات بعملها بره، يخسرني حاجات كتير. بس بصيت لو انا غنيت هغني ايه دلوقتي؟ لازم اغني من اخر حاجه متدنيه هم وصلوا لها، وانا ما اقبلش ان انا سفير شرفي. لان الناس بتفكر ان معايا جنسيه امريكاني. انا سفير شرفي من 2016. تمام. عايز اخدم بلدي بشكل واقعي ملزم بكل ادب بكل بنود القانون اللي كفله لي القانون. تمام. فبالتالي ملاحظ مشاكل بورسعيد كلها ومفيش حد بيحل. والعتب والعتاب واللوم على من كانوا في الخمس سنين اللي فاتوا، مع احترامي ليهم كلهم دون شخصنا، كلهم اصدقائي وكلهم قعدت وياهم بيكلموني في التليفون وكل حاجه. بس لو كانوا تبنوا مشاكل بورسعيد والوضع الاقتصادي من 2013 بادئ سيادة الرئيس يبني في الدولة من جديد، كانت بورسعيد دخلت في الحيز والإطار اللي موجود دلوقتي. مشاكل بورسعيد في الإسكان مش موجودة في أي محافظة. إشمعنى؟ هل بورسعيد منفصلة عن الإسكان عن باقي المحافظات؟ لا طبعا. هل هو تقصير من سيادة المحافظ؟ ما أعرفش. هل هو تقصير من النواب؟ ما أعرفش. هل هو تقصير من الدولة؟ ما أعرفش. هل هو مقصود في بورسعيد؟ ما أعرفش برضه. ما أقدرش أتهم حد. أنا اللي يهمني راحة بورسعيد. أما على مستوى مصر، مصر دي أغلى نقطة يعني، أو كل نقطة في دمي بتنطق باسم بلدي. ولو أنا بنتقد جوه بلدي ليا الشرف إن أنا أنتقد وأنا واقف على أرض مصر.
احتراما. النقد احترام، النقد عمره ما كان اهانه. النقد البناء اللي يفيد مواطن واحد مش 3000 ناس ما خدوش شقاقهم، نقد واحد يتبنى طبطب على المواطن. محتاجين ده، تمام. على مستوى مصر، مصر بتواجه حاجات كتير قوي، مصر فيها ملفات كبيره قوي. سد النهضه ده شاغلني جدا. الارهاب اللي دايما، الارهاب المعنوي والارهاب اللي برصاصه والارهاب اللي بالكلمه من قنوات الخنازير اللي بره، تمام. وللاسف هنا في قنوات في الاعلام بتدي داتا للقنوات بره يفرحوا بيها ويزعوا منها. للاسف مش كل الغسيل سوري الوسخ في مصر يتعرض. تركيا فيها اكبر واقذر الاساليب اللي موجوده. كل البلاد فيها قذاره. اشمعنى احنا كاعلاميين عشان قال ايه ان احنا عندنا المصداقيه نطلع غسيرنا الوسخ؟ لا، اعلاميا وامنيا لو انا عندي مشكله اعالجها، انتقد فيها، بس مش في حدود تخلي اللي بره يعيرونا بيها. انا افتكر منظر لسياده الرئيس وهو بيقول انا مش هرضى بالعشوائيات ويعيرونا بيها. الكلمه دي جامده، وفعلا كان بيعيرونا من عندنا العشوائيات وعندنا وعندنا. الوقت اتفرج على الدويقه والاسمرات والمشاريع ولسه. فانا مصر دي ده قيمه انا لا اتخيلها، ولو قدرت اوصفها طول عمري ما اقدرش. ولو سياده المحافظ عادل غضبان بيزعل مني لما بنتقده، انا ما بنتقدش شخصه، انا بعزه وبحترمه جدا. انما في حاجات، يعني مثلا لما يجي قرار ان احنا هنقفل البوابه بتاعت الاستثمار دي والموتوسيكل مش هيخش الا يدفع 300 جنيه، طب انا باخد 1600 جنيه، ادفع 300 جنيه عشان اخد تصريح اخش بالموتوسيكل بتاعي عشان بمشي جوه وستات بتخش؟ طب ما احنا عندنا هنا في غمره في كوبري معلق بيطلع من الرصيف للرصيف. أيوة. يبقى اتحلت. لا، الناس هاجت وطلعت ورفضت والامن وحصل. وابص في نفس اليوم في قناه الخنزير، مش هذكر اسمه ما يشرفنيش، قعدوا اتفرجهم. يبقى اذا تصرف في محافظه كان ممكن يتعالج ويتقدم بشكل سوي ومحترم، يعني ما يهنش الانسان البورسعيدي ولا يقتص من مرتبه، لان الحاله في بورسعيد ما بقتش زي الاول. اللي متخيل ان بورسعيد اللي بيروحها بياخد ملايين وبيوزع دولارات على الناس، الموضوع ده يا جماعه مش موجود. بورسعيد فيها مشاكل كتير. بورسعيد فيها تطوير، سياده المحافظه عامل تطوير جميل قوي في الشوارع وبنيه تحتيه وكل حاجه، انما في تطوير بيبقى كامل وفي تطوير منقوص. يعني انا اهتم بجنين مفتوحه، جميل، بس لما اهتم بالجنين المفتوحه لازم اكون موفر السكن بالبنيه التحتيه الجميله من غير مجاري، من غير عشوائيات، من غير زباله ماليه الشوارع، وبعدين ابقى اعمل الجنين المفتوحه. هو ده اللي بنتقد بيه. وساعات المحافظ بيزعل مني وانا بيوصلني هذا الكلام، انما انا حبا في بلدي. يا سياده المحافظ ما تلومنيش ان انا بحب بلدي قوي. انا ماليش صالح ومش عايز حاجه من بورسعيد، لاني اكون زي ما قدمت رساله فنيه محترمه، اكون نائب محترم، اكون ايجابي، عندي باور، عندي ثقافه، عندي حب، عندي شغف ان انا اخدم. انما ساعات الناس تقول لي، خش لي بتقول لي انت فلست وداخل تتدفى في فلوس المجلس. لا يا سيدي، انا اقعد رجل على رجل واعمل اتنين مهرجان من اللي انت بتسمعهم واخد ملايين، ولا يجي لي ضغط ولا سكر ولا اي شغل. هنرجع بقى للسؤال اللي ساله الاستاذ شريف. اسباب الطلاق هي فعلا انتشرت مش في بورسعيد بس، على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه اسبابها كتير جدا. طبعا منها التربيه، بالظبط ده الاساسي بالنسبه للراجل والست. منها عوامل ماديه، بعدين عن ربنا، دي اساس، دي اساس طبعا فعلا. تمام. وفي عامل مساعد طبعا، التكنولوجيا. لا دي بقى الاساس. لا هو بعد التربيه على طول هنقول التكنولوجيا. التكنولوجيا زي ما هي اثرت بالايجاب على الاسره المصريه، فهي اثرت بالسلب. بالظبط كده، سواء للراجل او الست على فكره. حضرتك دلوقتي انت في كل بيت الموبايل ما بيتسابش من الايد،
في ايد الاطفال. التابيتات مش بتتساب. تمام. الزوج والزوجه يعني الزوجه بتبقى بتعمل الاكل وماسكاه. تمام. الزوج بيبقى بيشتغل وماسكه. تمام. في مقارنات بقى بتيجي. بس في ساعات الزوجه بتمسكه عشان تجيب طبخه حلوه لجوزها برضه نقول دي. ماشي بس مش كل الاحيان بقى. وفي ساعات وفي ساعات برضه اضعف في ساعات وفي ناس اضعف ايه وفي ناس بيسمعوا برامج الطبخ وكل اللي بتيجي على القنوات وفي الاخر تلاقي على السفره ايه؟ بالطين وحته جبنه. لا 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 الاكل الجاهز هات الاكل الجاهز ده حقيقه. بس هو فعلا من اسباب الطلاق هو فعلا النت تواجده في البيت كتير ده سبب اساسي طبعا وبعد الاسره عن بعضها. النهارده ممكن الطفل وهو قاعد لا انا مش قايم متغدي عشان بيلعب بالظبط وسبب امراض كتير في حياتنا طبعا. الزوجة ممكن ما تحضرش الغداء وما تحضرش ما تحضرش فطار عشان سهرانة طول الليل قاعد على الموبايل. ده للأسف ده اللي بيحصل. ما تحضرش جاية جوزها جاي من الشغل ما لا برضو هرجع برضو أقول تاني فضل. المقارنات الزوج لزوجته بالسيدات اللي بيشوفها على النت دي من ضمن الحاجات اللي عملت ضجه جامده يعني الفترات اللي فاتت طبعًا. انه بيقعد يشوف هي لابسه بس انا اقول لحضرتك على حاجه على فكره اتكلمت فيه دينا كمان يعني نزلت بالموضوع ده دينا تمام ان فعلا اسباب كتير قوي الزوج بيبص لها للسيده خارج منزله. بس هو لو رجعنا برضو نساله هل انت موفر لها الحياه ديت؟ طب هو ايه اللي هيمنعه ان هو يوفر الحياه دي؟ ما هي امكانياته ممكن امكانياته الماديه هي وافقت بيها من الاول. ماشي امكانياتها هي عشان بتوفر لبيتها. لا مش بتوفر. الموضوع مش موضوع توفير. هو ما فيش راجل مش عايز يشوف مراته في احسن صوره. بالظبط تمام. اللي هو بيشوفه على النت لو افترضنا ان الراجل ده جاي من شغله وجاي تعبان وعنده الوقت ان هو يقعد ويشوف النت ماشي. اللي هو بيشوفه هي بتشوفه بالظبط صح كده. تمام. للاسف انا النهارده بشوف جروبات للسيدات بيوحوا بعض بالظبط صح تمام. وفي جروبات اتقفلت وفي كتير في فعلا. كتير اللي ما بيقولوش كلمه كويسه فعلا. في الجروبات دي ما بيقولوش كلمه كويسه. بعد النت النهارده او التكنولوجيا عامه بعدت الزوج عن الزوجه. الراجل لو افترضنا بقول زي ما ارجع لحضرتك ان هو بيشوف ستات في على صفحات النت الستات دي برضه موجوده قدام الستات. صح تمام. هي تقدر تشوف ايه اللي ناقصها او ايه اللي شد الراجل ليها وتوفره في نفسها. طب واذا كان الست مش ناقصها حاجه والزوج بيبص؟ مستحيل. لا ليه؟ مستحيل. لا 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 في تجارب كتير قوي بتجينا على النت وبنشوفها قدام عينينا لرجاله عندهم ازواجهم كل حاجه عندهم يا ست كل حاجه. عايز اقول لك حاجه. الراجل عينيه زيك بس هي ديت برضه خلينا نواجه بس مش قاعده يا استاذ ابراهيم. لا 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 بس قاعده هو جابها كده خلاص ما بنملاش عينيه الا غير التراب. يا انت على طول شايفه اقول لك مثل زي حتى لو هي فاهمه جوزها انه عينيه زايغه او عينيه زايغه خلاص هي عندها يقين. انت بتشاور مهما ما تبينلوش بس احنا بنقول ان في ناس بتبدا تغير وتجدد في نفسها. ده حقيقه هتستقطبه بس احنا بنقول اللي فيه ده ما بيبطلوش. ده مريض ده ده عايز يتعالج. ده عايز يتعالج. قضايا الخلع طب ماشي فترات كتير قوي. استنوا بس السؤال اللي جاي السؤال اللي جاي اتفضل يا فندم. بورسعيد كانت منطقه حره يعني في عصر الرئيس مبارك. الرئيس مبارك تمام. واتلغت من المناطق الحره تمام. مع ان احنا يعني فكرتنا عن شعب بورسعيد الشعب العظيم ده ان هو اكتر حاجه بيجدها فن التجاره والسياحه يعني ماشي السياحه بس يعني كنشاط جانبي. تمام. لكن كتجار شاطرين جدا 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 طبعا. طيب حضرتك عملت ايه او ناوي تعمل ايه لشعب بورسعيد عشان على الاقل لو قلنا ترجع تاني بورسعيد منطقه حره او ايه البدائل؟ تسمح لي بس تبقى الاجابه طويله شويه؟ اتفضل. هتبقى مرحله وصفيه شويه. ماشي. هو في تطوير في بورسعيد موجود. سياده المحافظ عمل شط جميل جدا. عمل بنيه تحتيه كويسه. بصراحه الواحد يقول وفي اماكن يعني في اماكن ما فيهاش الكلام ده خالص.
بس الاماكن اللي هي قريبه من سياده المحافظ وقريبه من مدخل الوزراء وكده يعني نظيفه جدا بصراحه بامانه الواحد يقول الحق تمام. انما في الاسراء في شوارع اترصفت طبعا ده مرتبط بالميزانيه. ممكن يكون سياده المحافظ ما عندوش الميزانيه دي لان الرسم مكلف جدا تمام. ففي اولويات انا وياه في كل ده. انما احنا لما بنيجي نطور في بلد او نزين عروسه العروسه لما بتتزين راح تتطلق وراح تتجوز راح تتجوز يبقى اذا اجمل لبس اجمل برفن اجمل تجهيز اجمل شقه صح هاي. طب بورسعيد العروسه راح تتجوز الزوار اللي هيجوها ويحضروا الفرح اللي هو بما معناه ان هيجوا يتفسحوا بورسعيد هيجوا للشط هيجوا عشان يشتروا. اذا احنا عندنا حاجتين نحدد هويه بورسعيد الاول هل هي سياحيه هنخرجها من هل هي سياحيه هنخرجها من ناحيه ان هي محافظه زراعيه لان ما عندهاش لا خلاص لا خلاص ماشي يبقى اذا احنا عندنا سياحه نلعب على السياحه. احنا ما عندناش مراكز جذب تجذب السائح الداخلي من المحافظات او من بره. اولا بورسعيد تستحق ان توضع على الخريطه العالميه بمهرجان عالمي. الاسماعيليه سياده المحافظ الله يمسيه بالخير صديقه العمر عبد المنعم عمر حتى الاسماعيليه على الخريطه السياحيه بمهرجان الفنون الشعبيه ما زال حتى الان الاسماعيليه معروف على كل العالم عارفين معاد المهرجان باحتفاليه بيجي لها زوار بقى في الايام العاديه عارفوا الاسماعيليه حبوها عاملين صدقات وعاملين بيزنس جميل. طب بورسعيد بقى البحر المتوسط بحيره المنزله القناه شرق التفريعه القناه الجديده اللي افتحها سياده لا فيها جميع مقومات تمام. احنا ما عندناش اكوا بارك واحده ما عندناش جيت سكي واحد ما عندناش بيتش باجا الاثنين عندنا اربع خمس تحصنه بيجروا على الشط تمام. طب انا هاجي بورسعيد هقعد على الشط ايه؟ اولا الشط كله شكل واحد لا لما يكون 12 15 كيلو ما بيبقاش كلهم شكل واحد بلون واحد بنشاط واحد شاي وقهوه ولما بيسمحوا بالشيشه وشكرا. طيب احنا ما عندناش حمامات على طول الشط ولو دخلت على كافيه يقول لك هات 5 جنيه هات 10 جنيه او يقول لك ممنوع عندي ما فيش حمامات يبقى اذا اداره الحي اللي موجود في الشرق مثلا تعمل حمام ثابت حتى لو باجر ب 2 جنيه بس حمام آدمي. ادمي عشان انا لو جاي يوم واحد ما انزلش الميه انا ومراتي واولادي واطلع اسره اركب عربيتي ما ينفعش صح. طيب عايز افسح العيال ما فيش اكوا بارك ما فيش طب ما فيش اوتيل اقل اوتيل في بورسعيد اللي هو الاوتيل اللي في التجاري والحميدي ب 300 جنيه يعني غرف عاديه يعني ما عندناش فكرة الشقق المفروشة زي اسكندرية أجر يومين ثلاثة أنا ومراتي وموضوع اتقضى. أقل أوتيل الحلو بقى من أول 800 لغاية 1600 جنيه و 2000 جنيه. طيب يبقى وأنت ما عندكش سياحة يبقى إذا لازم أعمل بنية فندقية أعمل مراكز جذب زي أوكا بارك أحط بورسعيد على الخريطة العالمية أعمل مهرجان للشراع أعمل مراكب تاخد الناس زي راس البر وتلف بالناس جولة كده صغيرة كيلو 500 متر في 500 متر ورحلة جميلة ما فيش ده. اذا بورسعيد سياحيا بتموت وده اثر على ايه؟ على التجاره. التجاره مرتبطه بالمنطقه الحره. انا بقول في منطقه حره ولا ما فيش؟ لو في فعلوا المنطقه الحره بما يحافظ على حقوق الدوله وانتعاش الحركه التجاريه في بورسعيد. لان متى نلغوها خالص؟ ليه؟ لان لو لغوها خالص يبقى اكيد في بديل. يبقى مطلوب من الدولة انها توجد البديل. انا عندي بورسعيدية اللي يعرفوا في السياحة هي التجارة تمام. طب احنا عندنا حقل زهر. انا لو محافظ بورسعيد من اول ما عرفت ان عندي حقل زهر كنت اعمل فرع في جامعة بورسعيد اسمه كلية بترول وتعدين عشان خلال اربع سنين كان زمان عندي دلوقتي مهندسين وعمل ما بقاش البورسعيدية بيشتغلوا بالواسطة امن صناعي في الاماكن دي مش قيمة بورسعيد يعني كله امن يعني طيب لا في مهندس بترول في مهندس في
الاربيزا مالين الحلقه خلصت. احنا شرفتونا ونورتونا، ربنا يعز مالي. بس لازم قبل ما نختم الحلقه، هي ساعه عدت خلاص. طيب كويس والله. تسمعنا حاجه، تسمعنا حاجه بقى من الزمن. خلينا اسمعكم كلمه من قلبي. لا برضو كلمه من قلبك واغنيه عشان نختم بيه. انا عايز اقول للبورسعيد والله ان انا والله العظيم ثلاثه مداخل عشان منصب انا شبعان، مداخل عشان شهره، انت شهره انا شبعت غني عن يعني انا داخل عشان اختم، وقدام الفلوس اللي تيجي وانا بقول حاجه تهنكم انتوا الاول كبورسعيديه وكجمهور في العالم العربي كله وفي مصر ما هنش نفسي. فانا فضلت ان انا الرساله الفنيه المحترمه اللي ما قلتش فيها حرف يخدش الحياة احولها لسيره طيبه، واتحول لخدمه بلدي ومشاكل بلدي بأمانة وشرف. وأنا ما عنديش الفلوس، ما تطلبش مني كرتونة ومية وخمسين ومتين جنيه، إنما أطلب مني إن أنا أخدمك بآلافات الجنيهات، لأن ده حقك على الدولة واجبهولك. برضو هتسمعنا برضو حاجة. عشان نختم الحلقة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف نبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون كلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائض عدلي، إن مجدي في الأوليات عظيم من له في الأوليات. ألف شكر يا أستاذ إبراهيم، ونشكر الأستاذ محمد. أنا اللي بشكرك يا فندم. الله يخليك، فرصة سعيدة. نشكر المذيعة المتألقة شيرين كمان. شرفت بوجودي معاكم. شرفت بيك، ربنا شرفنا يا فندم. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. موضوعنا برضه لسه ما خلصش، موضوع طلب كبير. لينا قعدة أنا وأنت بقى. شرفتنا يا فندم.